مرحبا، اليوم بدنا نحكي عن موضوع الداتا بشكل مفصل أكثر، يعني كيف نسحب داتا من الأكسس على الفيجوال بيزك. الخطوة الأولى مثل العادة مضطرين نفوت على الأكسس لنخلق فايل، لكن أول شيء حنعمله حنفوت على الأكسس. برجع أقول مرة تانية، نحن عملية اليوم هي import data from access to visual basic. الفرق بين المرة هاي والمرة اللي last period إنه نحن رح نقوم بعملية حسابية. مثل العادة أنا بفضل إذا ما قدرت أسمي داتابيز تبع الأكسس أرجع أعيده مرة ثانية، يعني أرجع فوت مرة ثانية وأعمل تسمية واضحة له مع الموقع. بروح مرة ثانية، طلعت فايل، نقيت بلانك، بيعطيني الاسم حسميه أوبريشن بتكونية، وهون حطه على الدوكيمنت، هحاول اغير له محله. وجوده على الديسكتوب اسهل علي. بس هلا هون مثل ما قلت لكم سيف اس تايب، اذا حبيته فيك تحطها 2002 2003 بتخفف عمليه معينه بالسيف، لانه هاي ملزمين نعملها. نقيت الاسم، نقيت الاكسس داتابيز فورمات، حطيت اوكي. وهون اكيد لاحظوا الاكستنشن طلع ام دي بي مش اكسس دي بي، معناتها هذا الفيرجن القديم اللي هو اسهل بعمليه نقل الداتا على الفيجوال بيزك. هاي كرييت، بنلاحظ انه مجرد ما يطلع عمليه التيبل 1 بلغيها دغري، هي ما بدي اياها. هلا حفوت لهون، هاي كرييت تيبل ديزاين، رح بلش في صياغة البروجرام. حط اي دي ايتم برايس، او اذا بدكم حسميه كوست، كوانتيتي، توتال كوست، عندي profit percent، يعني نسبة الربح. view price، unit price، عم نحط الفيلدات اللي معتازون بشغلنا. quantity out، الكمية المباعة، وآخر شيء profit، الربح الصافي. هون راح ننتبه شوي للداتا، هاي currency، quantity number، profit percent، نسبة الربح. يعني هون انت بتقرر قد ايه النسبة اللي بدك تحطها، أخليها number، وهون مشان تطلع مع فواصل حتى single، مشان تحط الصفر فاصلة. total cost هي currency، quantity number، cost currency، ال item تهزين، هاي ال ID وهاي ال primary. مبدئيا هذا التيبل صار جاهز، أسيبه أسميه اسم أسميه بوكس، وها أوكي. صار في عملية سيف لإلها، راح أحاول دخل الداتا. اي دي في حط اللي بدي اياه، الايتم كمان، حط الداتا اللي عندي اياها، كوست قد ايه كلفتنا القطعه،
الكوانتيتي معي 5 قطع، توتال كوست بدنا نجيبها بيرسنت نسبة الربح، عم بتلاحظوا صار في حط فواصل هون، نيو برايس بدنا نجيبها هونيك، كوانتيتي اوت عندي انا 12 قطعة بعنا 5 قطع، البروفيت اللي بدنا نجيبها، يعني كل شيء فاضي هون مضطرين نرجع نحله بالفيجوال بيزك. دي سكرين نعم، بحاول نعبي قصد من الداتا، توتال كوست خلينا نجيبها هونيك، طبعا عم نحط نسبة ربح واكيد بنعبي الداتا كده. سكر هاي، صار معي الداتا موجوده، تيبل موجود. هلا للتاكيد اكثر فيك تطلع فايل سيف از، ما تنسوا اذا ما كانت ظابطه معكم اول مره بالسيفنج تعملها من هون اكسس 2000 2003 لتثبيت الفكره وبسيفها. يفضل يتسيف بنظام قديم. راح خليها على الديسكتوب انبوت احصل اسم حسني اوبريشن كله بيزبط ما في مشكل. نسيت دكات الاكسس بتواجهه بسرعه لوين؟ على فيجوال فيديو فيجوال بيزك لنتابع عمليه نقل المعلومات. نحن مبدئيا عم ننهي الكورس الاول بالفيجوال بيزك بعملية import data، وما تنسوا التركيز اليوم على إذا بدكم operation على العمليات اللي عنا إياها. يعني في equation حتنعمل visual basic مش نسهل العملية، وها بيختلف في lecture هاي عن lecture اللي قبلها، إنه هونيك ما ركز كثير على equation، عملت equation بسيطة، هون حنفوت بequation أكبر. هون عم نفوت على visual basic مثل العادة، نخلق new project project من نقي التايب للفيجوال بيزك ويندوز فورم ابلكيشن، حاطي اسم على الديسكتوب كله تمام اي اوكي. الخطوة الثانية هي عملية سحب الداتا من الاكسس على الفيجوال بيسك. ظهر الفورم، ظهر معي كل المجموعات اللي بعتزها شغلي، والبوكس على شمالي هون فصلين فورم هاي ميرج. هلا حاطلع ما تنسوا واحد داتا، لاحظوا اد نيو داتا سورس نيم، لكن داتا اد نيو داتا سورس، بعد اد نيو داتا سورس نقي داتا بيس نيكست، داتا بيس سيت نيم. نمشي بخطوات بسيطة دقيقة وسريعة. نيو كونكشن، ضروري تعمل نيو كونكشن مش تنقي براوز، لك البراوز وين؟ هنقي على الديسكتوب وين حاطط انا تميتو اوبريشن هذا اوكي بس نتأكد كله تمام هاي اوكي. الخطوة الثانية
هيك حط نو هون كونكشن يو سيلكتد يوز اي لوكال داتا، بقول له نو مشان حافظ على استقلاليته. يعني هي ما بتفرق كثير بس نو احلى، بتضلك تعمل سيف بشكل احلى، لكن يفضل تحطها نو. نيكست راح يسألني عن انواع تيبل. لاحظوا هون بوكس، شوفوا كيف هاو يو ونت. تأكدت منه، علمت التيبل، حطيت فينيش. تقريبا خلصت الشغل الأهم، بقي علي كم شغلة بسيطين. حياخد بطن مشان كالكوليشن جهزه. عندي بعد خطوة برجع بطلع على الداتا، وهالمرة شو بقول له؟ شو داتا سورس، ما تنسوا شو داتا سورس. بفرجيك على الشمال الاوبريشن الداتا انتيرينج. الخطوة اللي بدك تعملها بعد ما تفوت بالسهم، لاحظوا هون هذا السهم صغير، تكبسه وبتنقي ديتيلز. لا ديتيل شكل الداتا احلى، وبوقف على البوكس على التيبل وبسحبها كلها لوين؟ لهون. هيك بصير عندك المعلومات جاهزة للاستعمال. فيك تجرب تعمل ران، وهيك تكون الداتا عندك حاضرة جاهزة لتقوم بالشغل تبعك. عم بتلاحظوا معلومات معبية، كل شيء فاضي هون بدك تسوي انت فيجوال بيزك، وهذا شغلك. لاحظتوا عندي اول شيء توتال كوست، يونيتي برايس، والبروفيت. لنسهل العملية لتعرف أسمائه بالفيلدات اللي هو أعطانا إياه هون، بوقف أول شيء مثلا توتال كوست، كبست على التوتال، إيه؟ شوف شو مسميها هون، مسميها توتال كوست تكست بوكس. لاحظتوا هالاسم بتأيد فيه، أكيد هي نتيجة الكوست، اسمها كوست تكست بوكس، والكوانتيتي أنا بدي أجيب التوتال كوست. عظيم، دبل كليك على الفال على الكاوت. بهذا البطن بتحط العمليات اللي بدي اياها، قلت له توتال. مجرد ما تحط توتال انت بكفي لك اياها، من هذه اياها بتأيد فيها دوت تكست بتساوي تساوي الكوست برايس. ما تنسوا ما تحطوا فال، ضروري تحطوا له فال لكل التفصيل اللي عندك اياه. وانت تو ضرب كوانتيتي بالكوست كمان فار. نحن عم نتأيد بالفيلدات اللي هو سمي لي اياها. لكن قلت له توتال كوست تكست بوك دوت تكست، يعني هالاسم اعطاني اياه بزيد دوت تكست بيساوي كوانتيتي تكست بوك دوت تكست. ما تنسوا الفال لانه المشين ضل بنظام رقمي، يعني تضل شكلها فاليو مشين ما تعطيني. انا عم بعمل وحده هلا بس كبسه كا. لاحظوا زدت لي 60، فيك تعمل سيف هون، وهي الداتا بصير عندك سيفتي. عندك فيو برايس وعندك فيو بروفيت بنفس البطن. يونت برايس دوت تكست بتساوي، يعني عم تأيد بالشكل اللي هون بدهم اياه. اليونت برايس بتساوي الكوست تكست بوكس. اكيد دوت تكست، ما ننسى البال
ضرب بروفيت بيرسنت لنتأكد شو مسمين بروفيت بيرسنت، يعني هي بتأثر على النتيجة. لاحظوني مسمينا بروف بيرسنت. يلا بروف تكوينية بيرسنت اكس فاي توت اكس. زائد هذه الايكويشن تبعه زائد الكوست. تكست بوكس دوت تكست. لكن لاحظتوا اليونت برايس سعر المبيع بتساوي الكوست تكلفة ضرب نسبة الربح، هودي البارت زائد الكوست زائد التكلفة. نشوف كيف بينباع عندنا شكل هاي الايكويشن. هون بيعطوني اياها مثلا، لاحظوا انباعت معنا ب 5.6 يونت برايس بربح نسبة ربح 6.3، يعني هي كلفتنا القطعة 12 دولار وانباعت 5.5. لاحظتوا كيف؟ هلا الاخر ايكويشن اخر البروفيت، البروفيت الى نظام الخاص كمان بروفيت بيرسنت او الايكويشن الاخيره بروفيت فور تاكس. بتساوي ايه؟ فال كوانتيتي احنا على طول نستعمل فال. لكن حطيت الكوانتيتي الأساسية ناقص فال الكوانتيتي اوت. ومثل بتعطوا اي شيء بتنسوه نشوف شو كاتبينه. مثلا اوت ما عرفت شو كاتبينها، رح نشوف شو مسمينا هون. كيو اوت كباستا اسمها كيو اوت تكست بوكس. هيا او فينا نعمل تغييرات عليها، رح نغير شغلة بسيطة ب equation. احط هون هلا بنشوف الشكل النهائي تبعه. لكن حطيت هون انا بدي اخذ السعر تبع يونت برايس لكن انا عم بحاول ركب الايكويشن مره ثانيه. هاخد يونيتي برايس اوف تاكس ناقص
كوست برايس. تمام، بدي احط لهم فال. نحن عم نحاول نتأيد بالإيكويشن اللي أعطينا إياه. نشوف شكلك كيف صار هون. فتحت البريسز ليكون هو هون، أنا عم جيب البروفيت الربح الصافي. فتحت البريسز حطيت فال يو برايس تاكس بوست اوف تاكس، يعني كان عم بقول له سعر المبيع له فال كمان ناقص الكوست كمان له فال، وكلهم سوا مسكرين ببريسز. لاحظتوا يعني البرايس ناقص الكوست وكله مضروب بشو؟ بالكوانتيتي. شوفوا كيف دغري بلش تعطيني السعر مطلوب. اوكي، وهيك بتكون احنا عملنا الايكويشن. هون الايكويشن هون بيعطوكم اياه، بس هون صار عندي تفصيل واضح وسريع وجاي. صار معي ايكويشن، صار كل شيء مضبوط وكله تمام. وهون عندنا الايكويشن على الفيجوال بيزك. هلا هسكر الفيجوال بيزك هون، راح اعمل شغلي، راح فوت على الاوبريشن بالاكسس اللي عملته بالاول. وراح احاول اطلع الداتا بالتابل اللي عملته انا، وهتلاحظوا انه الداتا، لاحظوا وين تعدلت. شايف في نتائج هون، يعني قدم لي خدمه الفيجوال بيزك انه كمان سيف على الاكسس، وهون قدره الفيجوال بيزك اثرت على الاكسس. هون منتبه قد ايه الفيجوال بيزك عنده قدره لتاثير وتعديل الداتا حتى مش جوات الفيجوال بيزك، جوات الاكسس. هاي كل شيء اليوم وللدوره. ثانك يو.